بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم يا شباب. نكمل مع بعض شابتر الاوتاكويد، وناخد بقى من اول النص ده. احنا في النص الاولاني خدنا الميدياتور، كنا بنتكلم على انفلاماتوري ميدياتور والادويه اللي لها علاقه بيها. النص ده بقى هناخد اكزامبلز لثري ديزيزز فيهم انفلاميشن ونحاول نعالجهم، يعني نوع من الكلينيكال ابلكيشن على المعلومات اللي احنا خدناها. اول موضوع هناخده او اول ديزيز هندرسه النهارده اللي هو الاكيوت روماتيك فيفر. الاكيوت روماتيك فيفر غالبا يا شباب من المواضيع اللي بتيجي في الامتحان اخر السنه في الورقه الثالثه اللي اسمها كلينيكال كيسز. مره قبل كده كنت كلمتك على نظام الامتحان وقلت لك ان احنا عندنا ورقتين نظري، ورقه اولى نظري ثم ورقه ثانيه ثم ورقه ثالثه بنسميها ايه كلينيكال كيسز، بنسالك في بعض الحالات الاكلينيكيه، نجيب لك حاله وعليها ايه خمس اسئله واسئله صغيره اجابتها صغيره يعني. فالروماتيك فيفر في الاغلب، يعني بقول غالبا، بتيجي في الورقه الثالثه اللي اسمها الكلينيكال كيسز دي، يعني هي تبع الكلينيكال كيسز. طيب الروماتيك فيفر المرض ده احنا عندنا طبعا ايه، اي من هنا ورايح بقى هنبتدي نحط عناوين كده، يعني ديفينيشن الاول للديزيز، وبعدين نحط الباثوجينيسيس، وبعدين نتكلم على الانسيدنس بتاعه اذا كان يعني مهم، نتكلم كمان على الكلينيكال بيكتشر بتاعته، نتكلم على التشخيص، ونتكلم على التريتمنت. او احنا بقى اللي يهمنا في القصه دي كلها، يعني زي انا بقول لك ان الموضوع على بعضه ممكن تتسال فيه ككلينيكال كيس، لكن هو هيركز الممتحن هيركز على كلمه التريتمنت لان هو ده شغلنا. طيب الديفينيشن اوف روماتيك فيفر احنا هنقوله بس هو مش هيفيدك قوي، وطبعا عمرنا ما هنسال في ديفينيشن اوف ديزيز، يعني استحاله ان حد في الفارماكولوجي يقول لك عرف لي المرض الفلاني، ده من سابع المستحيلات. انما بالنسبه يعني عشان نفهم، هو مش هيفهمنا قوي الايه، لو احنا عرضنا الديفينيشن هتلاقي الكتاب يقول لك ايه، او اي كتاب في العالم، وات از روماتيك فيفر، يقول لك ات از اكيوت انفلاماتوري كونديشن بتحصل از ا كومبليكيشن of upper respiratory tract infection ببكتيريا معينه اسمها جروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. طيب استفدنا ايه من الديفينيشن؟ احنا مش هنستفيد منه حاجه، احنا هنستفيد قوي من الباثوجينيسيس. لو فهمت الباثوجينيسيس الموضوع كله بالنسبه لك سهل قوي. الباثوجينيسيس بقى يا بطل، تعال كده نشوف القصه ماشيه ازاي. القصه بتبتدي بان طفل مثلا في سن معين هنتكلم عنه يصاب بريكارنت ستريبتوكوكال انفكشن، وبكتيريا معينه اسمها جروب المجموعه A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، هي البكتيريا دي اللي بتعمل لنا المشكله كلها. ركز على الاسم ده لانه ممكن يسالك فيه في الامتحان النوع ده من البكتيريا. الجروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي دي من البكتيريا اللي كومونلي افكت، دايما بتجيب تونسلايتس وفارنجايتس عندنا كلنا. طيب في الاطفال الصغيرين بقى ايه المشكله؟ طبعا لو دي التونسل مثلا اهو، هتلاقي البكتيريا تروح تعمل تونسلايتس وانفلاميشن وانفكشن ومش عارف ايه. طيب هنرسم البكتيريا باللون الاحمر ده. المفاجاه عندنا بقى ان البكتيريا فيها انتيجنز على الوول، على السيل وول بتاعها، عديد من الانتيجن مش حاجه واحده، في حاجه اسمها ام انتيجن، وفي حاجه اسمها سيل وول انتيجنز حاجات تانيه، وفي هيالورونيك اسيد، يعني في حاجات كتير قوي جسمك بيكون لها الاميون سيستم طبيعي جدا زي اي بكتيريا بيكون لها انتي بوديز زي اي انتيجين في الدنيا، عادي جميل. ايه بقى اللي هيحصل؟ الانتي بوديز دي والاميون سيستم هيروح يهاجم البكتيريا ويضيعها، وجذورك هيخف، والطفل بعد يومين ثلاثه تلاقي خلاص السخونيه اللي عنده راحت وزوره خف وما عادش عنده تونسيلايتس. طب وبعدين الانتي بوديز بقى ديت اللي هي راحت عملت خلاص يعني عملت اليمينيشن للبكتيريا هتمشي في الجسم مش لاقيه لها شغلانه. هنتفاجئ بقى ان جسمك فيه ستراكشرز الانتيجينيك ديتيرمينانتس بتاعتها شبه الانتيجنز بتاعت البكتيريا دي، يعني في انسجه في جسمك، تحديدا النسيج اللي اسمه بعض انواع الكولاجين في جسمك شبهها الانتيجينيك ستراكشر، متشابه بنسبه كبيره جدا مع الانتيجين مع الام بروتين اللي على البكتيريا والسيل وول انتيجنز دي. النتيجه هتكون ان الانتي بوديز بقى اللي راحت هاجمت البكتيريا وتخلصت منها جايه بقى ايه، هتمشي في جسمك هتلاقي حاجات شبه البكتيريا هتبتدي تعمل عليها هجوم. الهجوم ده هنسميه كروس رياكشن، او يسموها في الموليكولر بيولوجي هيسموها موليكولر مايميكري. مايميكري يعني تشابه ما بين الانتيجين هنا وانتيجين هنا. ايه هي بقى الاستراكشر اللي في جسمك اللي عرضه لان الانتي بوديز تروح تهاجمك بعد ما خلصت على البكتيريا؟ اولا اول مكان فيه الكولاجين اللي هو من النوع ده المفاصل بتاعه جسمك الجوينتس، وخصوصا اللارج جوينتس، عد معانا كده، ادي اول مكان عرضه للهجوم. اتنين، تاني مكان
الطبقات الهارت كلها من اول البريكارديوم، ما هو البريكارديوم برضو فيه نوع من الكولاجين نفس النوع، والمايوكارديوم فيه برضو، والاخطر من كده الفالفز اوف ذا هارت، صمامات القلب فيها نفس النوع ده من الكولاجين اللي ممكن الانتي بودي تهاجمه. ثلاثة، بعض المناطق في السي ان اس فيها كونكتيف تيشو، والكونكتيف تيشو يعني كولاجين، الكونكتيف تيشو اللي بربط ما بين بعض المراكز في المخ في نوع فيه، هو برضو يحتوي على نفس النسيج اللي فيه موليكولار مايميكري مع الايه، مع الانتيجنز دي. نمرة أربعة التندونز اوف ماسل او طار العضلات، الوتر بتاع العضلة التندون ده تركيبه برضو متشابه مع تركيب البكتيريا دي. نمرة خمسة السبكوتينيوس فات وتيشو اللي هو الكونكتيف تيشو اللي تحت الجلد، برضو الكونكتيف تيشو ده تركيبه الانتيجينيك متشابه مع البكتيريا. ايه بقى المتوقع؟ المتوقع ان الطفل لما بيصاب بريكارنت ستريبتوكوكال انفكشن مره ورا الثانيه ورا الثالثه، والام تهمل العلاج، والولد يفضل فتره سخن وجسمه عمال يكون انتي بوديز، هيجي في لحظه من اللحظات الانتي بوديز التتر بتاعها يعلى، يقوم فجاه الانتي بوديز بعد اسبوعين ثلاثه من الاخر من اخر اصابه تقوم راح مهاجمة الخمس أماكن دول وأماكن أخرى، وعمل لنا الأعراض الكتيرة اللي احنا بنسميها على بعضها أكيوت روماتيك فيفر أو الحمى الروماتيزمية. من الشرح كده تقدر تعتبر الحمى الروماتيزمية دي أوتو إيميون رياكشن أو أوتو إيميون ديزيز، لأن في الحقيقة مش البكتيريا اللي راحت هاجمت الجوينت ولا البكتيريا اللي راحت هاجمت الهارت، لا ده اللي راح هاجمها مين؟ الأنتي بوديز اللي جسمك صنعها، يعني هو كان صانعها عشان تروح تهاجم البكتيريا، قامت البكتيريا مشيت والانتي بوديز بتتسلى عليك بقى وبتتسلى على الانسجه اللي كانت شبه البكتيريا. اتفقنا؟ ده من حيث ايه؟ الباثوجينيسيس. طبعا بقى مش هنسى اقول لك ان كل ما الطفل او الانسان ده يصاب بريكارنت انفكشن وكل ما هيستنى ما يعالجهاش، كل ما الانتي بوديز التتر بتاعها هيعلى وفرصه الهجوم اللي هو الاميون رياكشن ده هيبقى اعلى. ولذلك بنوصي، احنا بندرس لك الكلام ده ليه؟ لان ان شاء الله انت هتتخرج من عندنا جنرال براكتيشنر، هتروح في وحده ريفيه فتره او في مستشفى او كده، وبعضكم هيطلعوا اطباء اطفال. يبقى اكتر حاجه نقولها للامهات يا ستي، الطفل الصغير اللي بيصاب دايما بالتهاب في اللوز ما تستنيش عليه، لان كل ما هتستني عليه، يعني في ناس عندنا تقول لك انا ما بديش علاج، انا بسيب الجسم يدافع عن نفسه. يدافع عن نفسه في مليون حاجه بس مش هنا، لان انت كل ما هتسيب الطفل ده سخن وهتهملي علاجه ومش هتديله مضاد حيوي بدري، كل ما هيكون الاميون سيستم عمال يكون انتي بوديز لحد ما هنوصل للمرحله بتاعت ان الانتي بوديز هتسيب البكتيريا وتروح تهاجم بقى انسجه ايه؟ الجسم المختلفه وتعمل لنا المشاكل دي كلها. بص بقى، انا الحاجات اللي انا على السبوره دي كلها، الاماكن اللي قلتها لك دي كلها، انا اخطر مكان انا قلقان منه ايه؟ الهارت. انا مش قلقان من الجوينت لانه هيخف لوحده، حتى السي ان اس انا ما بقلقنيش، يعني ما بقلقنيش ان الانتي بوديز تروح تهاجم بعض المناطق في السي ان اس لانها ويل ريزورف وذاوت اني ديفورميتي، ولا بقلقني اي حاجه من دي. انا كل قلقي كله للانتي بوديز تروح تهاجم تعمل اتاك للفالفز اوف ذا هارت، وانت عارف ان لو حصل اتاك للفالف اوف ذا هارت وحصل فالف ديفورميتي نيفر ريزولف وذاوت سيرجري، لازم الولد ده اتكتب عليه انه يعيش بقى معاق بهذا الشكل لحد ما ايه دكتور قلبي يغير له الصمامات. فاحنا رعبنا كله من الحكايه دي. يبقى النصيحه الذهبيه اللي انت هتقولها لاي ام في الدنيا، ان يا ستي لو ابنك بيجي له ريكارنت ستريبتوكوكال انفكشن ما تستنيش عليه، هنعالجه، اما هنشوف الوقت بعد شويه هنعالجه ازاي، لكن على الاقل انها بسرعه تبادر بانها تديله انتي بايوتيك قبل ما يسخن وقبل ما يدخل في الاعراض ايه الخطيره دي. اتفقنا يا بطل؟ طيب ده الباثوجينيسيس. تعالى بقى نشوف الانسيدنس. هل اي حد في الدنيا يعني، طب ما انا بيجي لي ريكارنت ستريبتوكوكال انفكشن، طب ما انت بيجي لك التهاب في اللوز 3 4 مرات في السنه، انما ما بيحصل لناش الايه الاميون رياكشن ده ليه؟ لان في شروط بقى. ايه الشروط؟ اولا لازم الستريبتوكوكال انفكشن او الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن اللي بتجيلك تكون زي ما قلت لك بالبكتيريا اللي اسمها جروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي اللي احنا بنسميها روماتوجينيك سترين. اي بكتيريا تانية تجيب لك مشاكل مش هتعمل لك روماتيك فيفر، هي السترين دي. نمرة اتنين، لازم تكون الالتهابات اللي بتجيلك في زورك دي ريكارنت، ما تكونش مرة ولا اتنين. ليه؟ لان مع كل مره هنكون انتي بوديز، وبعد انتي بوديز بقى ايه هتفضل في الدم فتره، مع التانية وهكذا، مع كل مره هتتحوش الانتي بوديز لحد ما نوصل للتتر اللي ايه اللي قادر على الايه الاميون اتاك اللي بقول لك عليه ده. نمره ثلاثة، الايج، هل اي سن يجي له روماتيك فيفر؟ الاجابه لا.
هو السن اللي دايما الروماتيك فيفر بتحصل فيه في الاطفال من 5 ل 15 سنه، هو ده الايه التارجت ايج، نادره جدا قبل 5 سنين ونادره بعد 15 سنه، يعني ما بتحصلش الا يعني ايه في نادره قوي. طب ليه؟ الاجابه بسيطه قوي، لان انا قلت لك دلوقتي انه البكتيريا بتبقى شبه اللي هي الام انتيجنز، والانتيجنز دي شبه بعض الاستراكشرز اللي في جسمك، ده اللي بيعمل حاجه بيسموها كروس رياكشن. قبل سن 5 سنين وبعد سن 15 سنه بيكون تركيب الكولاجين اللي في جسمك ما هوش شبه البكتيريا، بيكون اتغير، اما انه لسه ما خدش الشكل بتاعه الانتيجينيك يعني ديترمينانت بتاعه قبل 5 سنين، وبعد 15 سنه بيكون شكله بدا يتغير والانتيجينيك استراكشر يتغير، يوم حتى لو جسمك كون انتي بودي للبكتيريا ما بتعرفش تروح تهاجم الكولاجين لان زي ما قلت لك شكله بيبقى اتغير بعد السن ده. نمره 4، يعني انا بتكلم في الشروط، يعني الشروط اللازم توافرها لايه لحدوث روماتيك فيفر، بتحصل اكتر في البور هاوزنج كونديشن. ما هو مين الطفل اللي هيجيله ريكارنت تونسلايتس؟ ما هو الطفل اللي عايش في الرطوبه، عايش مثلا في ظروف فقيره جدا. حتى يعني للاسف الروماتيك فيفر ما بتدرسش في المجتمعات اللي هي الدول المتقدمه، يعني لو جبت اي كتاب بطنة ولا اطفال من مثلا في اوروبا ولا في امريكا ما بيدرسوش الموضوع ده، تقريبا ما يعرفوهوش، لان ما عندهمش طفل بيصاب بريكارنت ستريبتوكوكال انفيكشن وتقريبا ما يسمعوش عنه يعني. انما هو اتيز ا ديزيز اوف ديفلوبنج وورلد، الدول اللي زي مصر وبنجلاديش والدول بتاعتنا دي. طيب نمره 5، هل في فرق ما بين يعني بنت وولد في الانسيدنس؟ لا مفيش اي فرق، ممكن الروماتيك فيفر تيجي للولاد زي البنات بالظبط بنسبه 50% 50%، وان كان بعض الاعراض زي الاصابه بتاعه السي ان اس مثلا اللي هنتكلم عنها بعد شويه بتحصل اكتر في البنات اكتر من الولاد، لكن بشكل عام المرض بيحصل بالتساوي ما بين الجنسين. نمره 6، هل في جينيتك بري ديترمينيشن للمساله؟ الاجابه طبعا طبعا، مفيش مرض في الدنيا وخدها خدها كده مني، مفيش اي مرض على وجه الارض ملوش جينيتك بري ديترمينيشن، حتى الانفكشوس ديزيز. انما بالنسبه للروماتيك فيفر احنا مش قادرين نحدد الجينات المسؤوله عن يعني بالتحديد، احنا بنحلف ان في عائلات مشهوره بالروماتيك فيفر، وفي اطفال تانية مهما بيجي لهم ستريبتوكوكال انفكشن ما بيحصل لهمش روماتيك فيفر، فاذا المساله لها جينيتك اليمنت قوي جدا، لكن انت لو سالتني انهي جين بقى وعلى انهي كروموزوم ما نعرفش. خلاص كده، ده من حيث الابيديميولوجي او الانسان. تعال بقى نتكلم على الكلينيكال بيكتشر، الصوره الاكلينيكيه، الطفل بقى اللي جاله الاعراض بقى بتاعه الاميون اتاك والكلام ده هيظهر عليه ايه. اولا اول واحد وصف الاعراض كان طبيب اطفال امريكي في سنه 1944. 1944 الطبيب اللي اسمه داكيت جونز، داكيت جونز ده هو اللي وصف، نشر بحث علمي وايه وصف اعراض الروماتيك فيفر. قال يا جماعه الاطفال اللي بيجي لهم ريكارنت ستريبتوكوكال انفيكشن وبتسابوا من غير علاج دول ممكن يحصل لهم مانيفيستيشن، هنقسمها لمجموعتين. المجموعه الاولى هنسميها ميجور كرايتيريا، يعني علامات كبيره تخضني لو شفتها تخض، وفي علامات تانية صغيره نسميها ماينور كرايتيريا. اللي قال الكلام ده مين؟ اللي قال الكلام ده الراجل اللي اسمه داكيت جونز في السنه اللي بقول لك على سنه 44. الميجور جونز كرايتيريا هم 5، والماينور برضو كان ايامها نشرهم كانوا 5، كانوا يعني ايه كانوا 10 اعراض كلهم قسمهم كده. الميجور كرايتيريا تعال نعد كده، هو اول ما الانتي بوديز اللي في جسمك تروح ايه اول حاجه اكتر مكان هيبقى فيه كولاجين هتلاقيه فين؟ هتلاقيه في الجوينتس، فهيحصل بولي ارثرايتس. بولي ارثرايتس او يسموها روماتيك ارثرايتس او الروماتيك بولي ارثرايتس. ايه علامتها؟ علامتها لما الانتي بوديز تروح تهاجم الكولاجين اللي موجود في الكبسوله بتاعه الجوينت والساينوفيوم، يبتدي الجوينت يبقى سوولن وتندر والولد مش قادر يحرك رجله او يحرك ايده. طيب بتحصل اكتر في انهي جوينتس؟ في اللارج جوينتس، يعني دايما تيجي في الانكل في الني في الشولدر. طيب ايه تاني المميز لها؟ المميز لها انها توصف دائما بكلمه مايجراتوري او توصف بكلمه فليتنج. كلمة فليتنج او مايجراتوري يعني بتتنطط، يعني بتتنطط يعني بتيجي من جوينت للتاني، يعني دايما مثلا تلاقي الولد ده فجأة يشتكي من انه الانكل مثلا الليفت انكل حصل فيه سويلنج وتندرنس وانفلاميشن ومش عارف وريدنس والكلام، مش قادر يحط ايده، مش قادر يلمس الارض اسبوع ويخف وذوت اني ديفورميتي، ويبتدي جوينت تاني يستلمه تلاقي كتفه بدأ يوجعه، اسبوع ولا 3 4 ايام وتلاقي ركبته بدأت توجعه. يعني عمالة ايه تحصل كده ان سيريز اوف تشين، يعني زي السلسله كده، ولذلك يسموها كلمه مايجراتوري او فليتنج. يبقى عشان نلخص،
بتحصل اكتر في اللارج جوينتس، وبتوصف انها فليتنج مايجراتوري. لكن الكلمه بقى المهمه جدا ان هذا المفصل رغم انه بيخضك كده الا انه بيخف وذاوت اني ديفورميتي، يعني بيحصل ريزوليوشن للانفلاميشن من غير ما يسيب اي اعراض جانبيه خالص، وده الجميل اللي في المساله دي. اكتر عرض بنشوفه بنسبه 70%، يعني من كل 10 اطفال هيجي لهم حمى روماتيزميه هتلاقي 7 اطفال منهم يجي لهم ايه الارثرايتس او البولي ارثرايتس دي. تاني حاجه بنسبه 50% بنشوفها كلمه كاردايتس. الكاردايتس دي بقى اللي بتقلقنا. طيب ايه اللي حصل؟ يقول لك اصل الانتي بوديز بقى دي المره دي سابت كل حاجه وراحت تهاجم البريكارديوم. اصل البريكارديوم برضو في كولاجين وفي فايبرس تيشو وكونكتيف تيشو زي البكتيريا كده، فيحصل بريكارديتس. وساعات البريكارديوم من كتر الانفلاميشن والفايبرين اللي يتكون يقوم لازق يلزق في الهارت. انت عارف ان البريكارديوم المفروض يكون ايه سموث كده بتحرك على الهارت، لا ده ساعات يلزق في الهارت ويعمل حاجه بيسموها بريكارديال رب او دراي بريكارديتس. طيب ساعات كمان يحصل التهاب في المايوكارديوم نفسه. ساعات كمان يبقى ده الاخطر بقى، ان الانفلاميشن يجي في الفالف اوف ذا هارت فيحصل فالفيولايتس. اذا حصل بقى يا بطل ان فالف من ايه من الحاجات بتاعه الهارت دي حصل له انفلاميشن، هو هنا الخوف كله، وهو الموضوع ده كله احنا بنشرحه عشان الكلمه ده اهي. لان ان حصل انفلاميشن في فالف اوف ذا فالفز اوف ذا هارت، الفالف ما يقدرش يبطل ولا يقدر يستريح. انفلاميشن يعني رو سيرفيس، يعني مؤكد الفالف ده هيلزق، الكاسب دي او الليفلتس هتلزق في بعضها. لزقت في بعضها يا بطل، استلم كلمه استينوزس، خلاص ضيق في الصمام. طيب ساعات الفالف بقى بتبعد عن بعضها خالص، يحصل حاجه اسمها ريجيرج او ارتجاع في الصمام. طيب اكتر فالف بتاثر ايه في الهارت؟ كلمه مات، ام اي تي، الميترال، يليه الاورتك، يليه الترايكاسبت، بالترتيب كده. مش مهم قوي انك تعرف الترتيب، بس اللي يهمني انك تعرف ان وانس حصل فالفيولايتس نيفر ريزولف وذاوت ديفورميتي. لازم الولد ده في سن معين او لما يبقى في سن 18 20 سنه هيبتدي يصاب بمشاكل كبيره جدا نتيجه الضرر اللي حصل ده، هتستلزم جراحه، جراحه تغيير صمامات ودوشه بقى واعاقه يعني. فاحنا خوفنا كله من كلمه فالفيولايتس دي. طب كلينيكالي بقى الولد اللي حصل له كاردايتس ده يعني الاعراض الاكلينيكيه اللي هتظهر عليه ايه؟ ممكن الولد ده فجاه تلاقيه مثلا ايه فجاه عنده بينهج بدون داعي، يعني الام تلاحظ ان الولد بيصاب دايما بالتهاب في الزور كتير، وبعدين فجاه مره من المرات كده رجله بتوجعه مش قادر يدوس عليها من غير سبب وبتورم لوحدها، والولد بدا ينهج، وبدا كمان لونه كمان يتغير، تحصل له بالور لانه بيبقى فيه كمان بيبقى معاه انيميا ومعاه حاجات تانية. ممكن يحصل زي ما قلت لك كده انك حتى تعمل يعني اما بيحصل انفلاميشن حجم الهارت بيزيد، فلو عملت اكس راي هتشوف حاجه اسمها الكارديوثرافيك ريشيو زايده زي ما انت شايف في صوره الاشعه كده. ساعات كمان تحط السماعه فتسمع صوت لخبطه، اللخبطه دي اسمها ميرمر. ما هو الميرمر جايه منين؟ جايه من الاميون اتاك، جايه من ان الصمامات بدات الوظيفه بتاعتها تتلخبط. اهي الاعراض دي كلها تخوفنا، كلمه كارديوميجالي ان حجم القلب زاد، كلمه ميرمر، كلمه بريكارديال راب، كلمه جالوب، اي بلوه من اللي انت شفتها دي معناها كاردايتس، وانا كل خوفي من ايه؟ من الفالف ده. طب يا بطل اللي بعدها نمره ثالث عرض ممكن، تعالى كده بالترتيب بنسبه 15% احنا مرتبينهم بالانسيدنس، بنسبه من 10 الى 15% ممكن الانتي بوديز بقى المره دي تروح تهاجم الكونكتيف تيشو اللي فين؟ اللي موجود في بعض الاماكن في البرين، اللي مثلا الكونكتيف تيشو اللي بيربط ما بين البيزل جانجليا وبعضها، فيحصل اميون اتاك هنا، فتلاقي يحصل كلمه روماتيك كوريا. كلمه كوريا يعني انستابيليتي، يعني ابنورمال موفمنت، تلاقي الطفل ده مش قادر يمشي كويس، مش قادر يسيطر على الجيت بتاعته، تلاقيه بقع وهو ماشي. الكوريا بقى دي ساعات توصف بكلمه سيدنهام كوريا، عشان اذا قريت الكلمه دي سيدنهام كوريا، او ساعات يسموها روماتيك كوريا. تحصل اكتر في البنات الصغيرين اكتر من الولاد. يعني اذا انا في الاول قلت لك ان المرض بشكل عام ما فيش فرق ما بين ولاد وبنات بشكل عام، الا ان الروماتيك كوريا بتصيب الجيرلز مور ذان بويز يعني بنسبه كبيره. طب يا سيدي علامتها ايه؟ ايه العلامه؟ هتلاقي البنت اللي بقى حصل لها اميون اتاك في الاماكن دي في البرين، يحصل لها ايموشنال انستابيليتي، فجاه تعيط لوحدها، تصرخ لوحدها، تصحى من النوم تعيط مفزوعه، تلاقيها مثلا وهي ماشيه مش قادره تمشي زي ما انت شايف كده في الفيديو. انا جايب لك فيديو اهو، ده بنت مثلا عندها روماتيك كوريا، حتى انت لو دخلت على اليوتيوب وكتبت كلمه روماتيك كوريا هتلاقي ايه حاجات افلام من دي كتير قوي.
بس البنت دي مميزه، شايف مامتها عماله تقول لها ايه، يعني عماله تلعبها كده وتقول لها تعالي وروحي مش عارف ايه، زي ما انت شايف كده ما هيش قادره حتى تمشي، وتحس ان هي بتمشي بترقص. الرقصه دي بقى يسموها دانسنج جيرل، دا يعني حتى ساعات يسموا كده، يوصفوا الايه ستيدن هام كوريا، يقول لك ذا دانسنج جيرل. ليه بقى مش قادره تسيطر على الموفمنت؟ لانه الاميون رياكشن عامل ديستربنس في الاكسترا بيراميدال كنترول، فهي لا عارفه تمشي ولا تمد ايدها، حتى لو اديتها قلم تكتب تلاقيها مش عارفه تكتب، تقول لها مثلا ارسمي ورده ارسمي دايره، ما تعرفش، تلاقيها بتشخبط لانه مش الكنترول بتاع الموفمنت فيه مشكله. بس انا هطمنك بقى، هطمنك يعني بعد ما شفت المنظر ده، انه الكوريا دي بتخف برضو وذوت اني ديفورميتي، يبقى الارثرايتس بتخف من غير مشاكل خالص، الكوريا دي برضو ولا كان في مشكله، يعني ما تتخضش، ايوه ساعات بتطول شويه لكن بتخف وذوت ليف نو ديفورميتي. وما زلت بكرر معاك ان اللي انا خايف كل خوفي كله من الكارديتس دي. طيب رابع حاجه ممكن تحصل بنسبه 5% من الاعراض، يعني من كل 100 خمسه يحصل لهم كده، ان تبتدي الانتي بوديز تهاجم الكولاجين اللي في الايه التندونز، وتعمل لك حاجه اسمها سبكوتينيوس نوديولز. سبكوتينيوس نوديولز تلاقيها رولنج نوديول، تحسها بايدك كده عند التندون اوف ذا ماسل، عند البوني بروميننس دايما، وبتبقى بينلس ما بتوجعش يعني، ودي نسبتها 5%، يعني مش كتير قوي. اندر حاجه بقى بنشوفها الاخرانيه خالص، انه الانتي بوديز تروح تسيب كل حاجه وايه وتبتدي تهاجم السبكوتينيوس تيشو، على اعتبار ان في كولاجين شبه البكتيريا برضه، فيحصل حاجه بيسموها اريثيما، بقع حمراء كده في الجلد اللي هي بيسموها اريثيما مارجينيتم. تلاقي زي ما انت شايف في الصوره كده البقع الحمراء اللي موجوده قدامك دي، البطش الحمراء دي نتيجه الاميون اتاك للسبكوتينيوس تيشو، ودي نسبتها من 1 إلى 2%. عندك ادي بقى ايه الخمس اعراض الكبار اللي جونز وصفهم سنه اي 44. الاعراض الصغيره بقى اللي هي سموها ماينور كرايتيريا تشمل الاتي، تشمل فيفر، ان الطفل اللي عنده اميون اتاك مؤكد هيسخن، يعني حتى هي اسمها اكيوت روماتيك فيفر. تشمل كلمه ان البرولونجد بي ار انترفال، لما تيجي تعمل رسم قلب تلاقي البي ار في رسم القلب لانه هو حصل كاردايتس، ما هو ممكن يحصل الانتي بوديز دي حتى لو ما وصلتش لمرحله انها تعمل دامج في الهارت، يعني اورجانيك دامج، على الاقل اخر رسم القلب هتلاقيه متغير. يعني مثلا اذا كان ده رسم القلب الطبيعي اهو، دي بنسميها بي ويف ودي ار ويف، هتلاقي المسافه دي تطول لان الكونداكشن ممكن يحصل فيه مشكله، فهتلاقي البي ويف عامله كده مثلا، يعني هتلاقي البي ويف طولت بالشكل ده نتيجه الاميون رياكشن اللي حصل في الكونداكتنج سيستم. ممكن تلاقي فيه بروتين في جسمك اسمه سي رياكتيف بروتين، هتلاقيه عالي. ممكن تلاقي حاجه اسمها الاي اس ار اللي هو سرعه الترسيب عاليه. ممكن تلاقي فيه تتر كده اللي هو الانتي بوديز بتاعه البكتيريا اللي هو اسمه انتي ستريبتولايسين او تتر، تلاقي التتر عالي. هو التتر ما بيزيدش عن 200 المفروض الطبيعي، يعني اي طفل طبيعي تقيس له الاي اس او تتر تلاقيه ما يزيدش عن 200 انترناشونال يونت، انما ممكن اللي عنده بقى اثناء الاكيوت او الروماتيك اكتيفيتي تلاقي الايه ممكن تعدي ال 400 وهكذا. او ممكن كمان ارثرالجيا اللي هو يعني مش شرط المفصل يورم ويبقى تندر والعلامات كده، لا ممكن يوجع بس، يعني هو اذا ورم وشكله قدامك في اكيوت انفلاميشن يبقى اسمها ارثرايتس، دي علامه كبيره. انما اذا هو المفاصل عند الولد مش ورمه ولا حاجه لكن جاست بتوجعه بس كده، يبقى دي ماينور نسميها ارثرالجيا. دي العلامات الكبيره ودي العلامات الصغيره. سنه 44 كان جونز ده والاطباء ايامها قالوا اي طفل يحصل له روماتيك فيفر لازم كل الحاجات دي تتوفر، لازم يحصل له الخمس حاجات الكبار والخمس ست حاجات الصغيرين دول. رجعوا مع الوقت قالوا لا الكلام ده مش لازم اي طفل يحصل له الحاجات دي كلها يعني عشان اشخص روماتيك فيفر، فبدا يحصل ما يطلق عليه كلمه ريفيجن، يعني مراجعه لكلام جونز او داكت جونز ده. حصل مراجعه لكلامه اكتر من مره، اخرها اخر مراجعه حصلت مع العلماء لما قعدوا يراجعوا الكلام ده سنه 1992. 1992 طلعوا توصيه اللي هو الناس اللي هم بيشتغلوا في الفيلد ده يعني ومهتمين بيه، طلعوا توصيه وقالوا هنطلع حاجه بيسموها ريفايزد جونز كرايتيريا. ريفايزد يعني تراجعت بقى وايه واتنقحت يعني. قالوا عشان نشخص روماتيك فيفر مش لازم يبقى كل الاعراض موجوده، مش لازم استنى لحد ما كل ده يحصل، يعني انا يكفيني جدا اتنين علامتين كبار، اتنين ميجور كرايتيريا، لو حصل اي علامتين كبار يبقى بشخص روماتيك فيفر. يعني مثلا لقيت الولد ده عنده ارثرايتس مع كوريا، عنده ارثرايتس مع كاردايتس وهكذا، يعني علامتين كبار او علامه كبيره واحده مع اتنين صغيرين. طب افتكر دايما بقى حتى عشان ما تنساهمش،
افتكر كده الشهادة في الايه، في المحاكم، او الشهادة في الاسلام، في الشرع. يعني هو الشهادة في الشرع الاسلامي ايه؟ مش يقول لك رجل، يا اما ايه اتنين رجالة يشهدوا، يا اما يبقى رجل وامرأتان، فاحنا هنعتبر العلامتين الكبار رجلين. يعني اما تلاقي علامتين كبار عشان تشهد وتحلف ان في روماتيك فيفر، يبقى في اتنين رجالة يحلفوا يعني اللي هم العلامتين الكبار، واما رجل وامرأتان يعني علامة كبيرة واتنين صغيرين. طيب هل ده كافي؟ قالوا لا، انا بكلمك على العلماء اللي قعدوا في 1992، قالوا لا مش كافي، ده لازم الكلام اللي انا بقوله ده لازم يكون مصحوب ببوزيتيف هيستوري، لازم ايفيدنس اوف ستريبتوكوكال انفكشن. يعني ايه؟ يعني ما تجيش كده اي حيل رجله توجعه ومش عارف ايه نقول روماتيك فيفر، لا، ده لازم الام تيجي تقول ان الولد ده بيصاب بستريبتوكوكال انفكشن، بيجيله التهابات في الزور كتير. وعشان اثبت كمان انها النوع ده من البكتيريا، ساعات بنعمل كالتشر سواب، يعني بيسموها ثروت سواب، ناخد عينه كده مسحه من الزور ونزرعها ونشوف البكتيريا بعينينا عشان نحلف ان ايه الاعراض دي مرتبطه بالبكتيريا اللي بقول لك عليها، وبالتالي هي روماتيك فيفر. يبقى لازم ايفيدنس اوف بريفيوس ستريبتوكوكال انفكشن. عارف لو ما فيش ايفيدنس ده، وعارف لو الولد عنده ال 20 علامه بتوع روماتيك فيفر من غير ايفيدنس اوف بريفيوس ستريبتوكوكال، ينتفي تشخيص الروماتيك فيفر. يبقى لازم البوزيتيف هيستوري يكون موجود، اما الام تيجي تقول، واما ان احنا نعمل المسحه اللي في الزور دي، واما نشوف الاي اس او تتر اللي هو الانتي ستريبتولايسين او تتر، ولازم يعدي رقم 400 لانه الرقم الطبيعي ما يزيدش عن 200. اذا تخطى 400 معناها ان ده ايفيدنس اهو، ده معناه ان في انتي بوديز في جسم الولد متكونه للبكتيريا اللي اسمها جروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتو كوكاي. طيب التريتمنت بقى، احنا القصه دي كلها بنشرحها، ادينا لك فكره كده مش بطاله عشان نوصل بقى للتريتمنت. والله يا بطل، انت لو طلعت دكتور اطفال او حتى جنرال براكتيشنر، ولقيت شكيت ان طفل جاي لك بايه، رجله بتوجعه ومش عارف ايه، ولقيت انت شكيت كده ان عنده اعراض شبيهه بالروماتيك فيفر، هتسال الام على الهيستوري، فهتقول لك اه والله في هيستوري، وانت شكيت بقى في الاعراض دي. طيب اول حاجه هنعملها كلمه بيدرست. بيدرست يعني مبدئيا كده. بيدرست ليه؟ لان احنا زي ما قلت لك انا مش قلقان من كل الكرايتيريا بتاعه الروماتيك فيفر، انا قلقان من حاجه واحده بس اسمها كاردايتس. فاحنا ننبه على الام ان الولد ده يرتاح 2 أو 4 أو 8. ايه 2 4 8؟ يرتاح اسبوعين، ده اذا كانت الاعراض اللي عنده دي ما فيهاش كاردايتس. جاي لك باي حاجه في الدنيا من غير كاردايتس يبقى الراحه اسبوعين. مفيش بقى حاجه اسمها يروح الدرس، مفيش حاجه بقى اسمها الدلع اللي بيحصل ده. بنشوف ام تقول لك بس الدرس، طب يعني ما يروحش المدرسه؟ يا ستي ما يروحش الا مدرسه ولا درس ولا يقعد في البيت، لانه معنى ان هو هيتعرض لهواء سائع ويخرج يروح المدرسه الصبح ويروح مش عارف ايه، ممكن بقى الايه انا الوقت هو الوقت رجله اللي بتوجعه، بعد شويه يحصل له كارديتس وفالف ديفورميتي. فده مبدئيا كده ابسوليوت بيدرست. 4 أسابيع بقى، يعني 4 دي يعني شهر بقى، لو كان في مايلد كارديتس. مايلد كارديتس يعني من غير فالف ديفورميتي، يعني جاست كده بس حاجه بسيطه، تلاقي مثلا رسم القلب فيه البي ار انترفال ايه زياده، تحط السماعه ايه شويه مرمر خفاف كده، مش ما وصلوش لسه للمساله اللي هي مقلقاك يعني، يبقى 4 أسابيع راحه ابسوليوت بيدرست. 8 أسابيع بقى يعني شهرين قاعد في السرير لو كان في سيفير كاردايتس او كان في هارت فيلير، او لو يعني امتدت لكلمه هارت، لقينا بقى نهجان ولقينا هبوط ولقينا الاعراض بتاعه الهارت فيلير، يبقى الولد ده يرتاح 8 أسابيع مبدئيا كده. طيب تاني حاجة بالنسبة للأكل، احنا بما اننا مقلقين من موضوع الهارت والفالف ديفورمي ده، فاحنا لو لقينا ان في كارديتس، لو كانت في كارديتس بس، هنقول للأم والنبي اعملي سولت ايه؟ سولت اند ووتر ريستريكشن، بلاش والنبي سوائل كتير وبلاش أملاح كتير، لأن أنت عارف إن السوائل والأملاح هتعمل لود على الهارت، هتعمل هايبر فوليميا، ولو كان القلب فيه كارديتس يبقى الفالف ديفورميتي هتزيد. امتى؟ لو كان في كاردايتس. انما لو مفيش كاردايتس بلاش الايه، بلاش تقول لها حكايه السولت والووتر دي. تعال بقى نتكلم على الايه، تاني ايتم منطقي جدا. انا قلت لك ان القصه كلها بتحصل بريكارنت ستريبتوكوكال انفكشن، فمنطقي لازم تعمل اراديكيشن، تدي مضاد حيوي وتنضف زور الطفل ده خالص. المضاد الحيوي الرائع جدا اللي احنا بنختاره في الحالات اللي زي كده، لان البكتيريا فيري سنسيف، نوع من البنسلين رخيص قوي وهو متوفر، اسمه بنسلين جي. البنسلين جي ده اسمه البنسلين المائي، رخيص قوي. بندي الحقنه فيها مثلا 1,000,000 وحدة، بندي 1,000,000 وحدة كل 6 ساعات، بنديها في الوريد او في العضل، لان ده النوع ده ما بيتاخدش اورال، البنسلين ده ما هوش اقراص. دي حقن بنسلين كده، نديها حقنه كل 6 ساعات لحد ما نتاكد تماما ان ما عادش فيه انفكشن. طب لو الولد ده عن، طبعا الكلام ده هنشرحه بالتفصيل بقى،
البنسلين وعيلته هنشرحها بالتفصيل مع الكيموثيرابي، لكن انا مبدئيا بقول لك سطر بس كده. لو الولد عنده حساسيه للبنسلين هيبقى البديل بتاعه كلمه اريثرومايسين. الاريثرومايسين من عيله اخرى، عيله مضاد حيوي تاني من عيله تانيه يعني، ودايما الاريثرومايسين بيبقى البديل بتاع البنسلين لو في حساسيه. لكن طبعا الاريثرومايسين دلوقتي بقى اصبح فيه ريزيستنس، يعني هو على الورق يقول لك اريثرومايسين، انما في الحقيقه الاريثرومايسين النهارده كل البكتيريا خدت منه ريزيستنس من كتر استخدامه. فالافضل من الاريثرومايسين الكوترايموكسازول اللي هو السبتازول اللي انت عارفه، اذا كنت بتسمع عن قراص اسمها التجاري سبتازول، ممكن تدي السبتازول ده او غيره، يعني المهم انك انت تعمل اراديكيشن للستريبتوكوكال انفكشن. خلاص ندي نمره ثلاثه. نمره بقى ثلاثه، تعالى بقى للكلام الجد بقى. هو انا دلوقتي مشكلتي مع التونسلايتس؟ هو انا مشكلتي مع الفارنجايتس؟ لا، انا مشكلتي مش مع دول، انا مشكلتي ان في انتي بوديز بدات تهاجم الايه الكولاجين اللي في جسمي وتعمل لي انفلاميشن وتعمل لي فيفر وتعمل لي مشاكل. يبقى انا عايز انتي انفلاماتوري دراج. الانتي انفلاماتوري دراج اللي احنا هنديه هندي من عيلتين، اما هندي الساليسيليت اللي هو الاسبرين، واما هندي كورتيزون. ايه بقى اللي بحكم؟ هنشوف. والله يا بطل اذا الولد ده اللي جاي لك العياده ده عنده اكيوت روماتيك فيفر وعنده الكرايتيريا كلها بس ما فيهاش كاردايتس، ما فيش كاردايتس، يبقى الاسبرين هو ده افضل انتي انفلاماتوري هندهوله. الاسبرين هيدي لك اكسلنت ريزلت، هيمنع الاتاك اللي كان حاصل في كل الاماكن اللي انا قلت لك عليها دي. هتلاقي الارثرايتس تخف بسرعه جدا والكوريا تخف، كل ده هيخف بسرعه جدا بالاسبرين لوحده. انما لو كان في كاردايتس الاسبرين ما ينفعش، يبقى الاسبرين ما يبقى ضعيف، يبقى لازم انا ابدل الاسبرين بكورتيزون. وهنشوف بقى دي هنفصل برضو دي، بس خلينا الاول في الايتم ايه، معلش نقف وقفه مع الاسبرين. انا عندي هنا شويه يعني اسئله وشويه ملاحظات على موضوع الاسبرين ده. اولا انا احنا متعودين معاك ان دايما الدوز بتبقى مش مهمه، يعني دايما احنا في كل المحاضرات نقول لك ما تحفظش ارقام، انما في بعض الاماكن يعني يعني عايز اقول لك الخطيره جدا بنطلب من الطالب حفظ الدوز، من ضمنها الروماتيك فيفر. فالدوز بتاعت الاسبرين هنا قد تطلب منك اخر السنه اذا جات لك دي كلينيكال كيس بدرجه، يقول لك قول لي الاسبرين بيتاخد ازاي بدوز قد ايه. الولد اللي عنده روماتيك فيفر وذاوت كاردايتس هنديله الاسبرين 100 مللي جرام بير كي جي بير دي لمده اسبوعين، ثم نخفض الجرعه ل 75 مللي جرام بير كي جي بير دي اسبوعين كمان، ثم تنزل ل 50 مللي جرام اسبوعين كمان. يبقى كده كام؟ يبقى العلاج لمده 6 اسابيع زي ما انت شايف كده. ابتدينا ب 100 مللي جرام لكل كيلو، ثم 75، ثم 50. طيب السؤال بقى يبقى ادي اول ملاحظه. الملاحظه الثانيه هتسالني تقول لي طيب هو الاسبرين هيعمل ايه يعني؟ هقول لك ارجع كده للاسبرين واعرف ان كان الاسبرين من ضمن الانتي انفلاماتوري دراجز اللي بيقلل انفلاميشن وكابيلاري برميابيليتي وبيقلل الاكتيفيتي اوف الليمفوسايت والحاجات دي كلها. السؤال الثالث، طب يا دكتور لو ينفع حاجه ثانيه غير الاسبرين؟ ما عيله النون استرويد اللي دكتور كان فيها 20 30 دواء، اشمعنى اسبرين يعني؟ الاجابه بص يا بطل، على مدى 70 سنه فاتت ثبت كفاءه الاسبرين في علاج الروماتيك فيفر وذاوت كاردايتس، ثبت كفاءته بالدليل العلمي اللي احنا بنسميه ايفيدنس. كويس. الادويه الاخرى بقى اللي بقيت النون استرويدال لم يثبت فاعليتها في الروماتيك فيفر، يعني والله ما عندناش دراسات كافيه، ما عندناش يعني دراسات تخليني اقول لك مثلا ايه ممكن تبدل اسبرين بكذا وتجيب نتيجه. ما انت ممكن تبدل اسبرين بدواء تاني وما يجيبش نتيجه وادخل في مشكله. طب وليه بقى ادخل في مشكله؟ طب ما تخلينا مع اللي تجرب. في حاجه بيسموها عندنا اتز ايه تيست اوف تايم، اتز ا تيست اوف تايم، بالتجربه وبالدليل الاسبرين ثبت انه افضل واحد من عيله النون استرويد الانتي انفلاماتوري دراج، وكل اللي جايين وراه كلهم يوزلس، كلهم يعني او مش يوزلس يعني السيجنيفيكانس بتاعت الكلينيكال سيجنيفيكانس اقل كتير قوي من الاسبرين. لو يعني في مشكله مع الاسبرين، يعني افرض ان في حساسيه بقى وفي مشكله مع الاسبرين، البديل بتاعه اللي ممكن يحل محله ومش بنفس كفاءته حاجه اسمها ايبوبروفين من عيله النون استرويدال، وحاجه تانية اسمها نابروكسين. يبقى الايبوبروفين والنابروكسين دول يعتبروا الترناتيفز للاسبرين لو الاسبرين في مشكله، انما دايما عود نفسك ان الاسبرين في الحاله دي رقم واحد. طيب الملاحظه الرابعه، الدوز دي بتاعه الاسبرين لمده ست يعني فتره طويله ودوز تعتبر عاليه، يعني لو ترجمت 100 مللي جرام لكل كيلو من وزن الطفل هتلاقي لحد ما جرعه عاليه شويه. اولا هو الماكسيمم بتاعنا 16 قرص، يعني 16 قرص بردي،
يعني لو ترجمت الدوز دي ولقيتها اكتر من 16 قرص، لا يبقى كده في هو الماكسيمم 16 قرص. تاني حاجه، افتكر الكلمه اللي قلتها لك في الفيديو اللي فات، ان لو الاسبرين عمل مشاكل اول مشكله هتبان على الطفل ايه؟ فاكر اول علامه من الاسبرين توكسيستي كلمه تاكيبنيا. اذا لقيت كلمه تاكيبنيا بدا الولد نفسه كده ايه بدا ينهج، يبقى دي اتز ايرلي ساين اوف اسبرين توكسيستي، معناها الجرعه بتاعتك عاليه، انزل بالدوز بتاعتك شويه، انزل بيها مثلا هي كانت 100 خليها 50 مللي جرام بير كي جي وهكذا. طيب تيجي بقى لو كان في كاردايتس، لو كان في كاردايتس الاسبرين ما ينفعش، بندي نوع من الكورتيزون اسمه بريدنيزيلون 2 مللي جرام بير كي جي بير داي لمده اسبوعين، وانزل بالدوز لحد 1 مللي جرام بير، يعني نص الدوز بقيه الشهر ونص، يعني بديله لمده 15 يوم الجرعه الكامله ثم لمده شهر تاني، ما هو العلاج دايما شهر ونص عندنا، يبقى 15 يوم ثم شهر بنص الجرعه، علشان ان نتفادى عيوب الكورتيزون الكتير اللي احنا هندرسها في الترم الثاني مع الاندوكراين ان شاء الله. السؤال بقى المنطقي والجوهري، اشمعنى يا دكتور الاسبرين نفع وكان هايل في اي روماتيك فيفر وذاوت كاردايتس، واشمعنى ما ينفعش في وجود كاردايتس؟ الاجابه تتلخص في الاتي، وده سؤال مهم وبتتسال فيه كتير جدا. اول حاجه يا بطل افتكر معانا دايما، هو انا مش شرحت لك الاسبرين في فيديو قبل كده؟ وفاكر لما قلت لك في معلومه خليها في جيبك لان هطلبها منك بعدين، فاكر لما قلت لك الاسبرين بيشتغل على كل اجهزه جسمك but doesn't touch the heart؟ فاكر المعلومه دي، بان انا قلت لك الاسبرين ملوش دعوه ما بيشتغلش على الهارت، ما بيروحش للهارت، ما بيعملش حاجه في الهارت. وبالتالي لو الطفل ده كان عنده كاردايتس وعنده فالف بقى افكشن وعنده التهابات هنا ومش عارف ايه، طب الاسبرين هيعمل ايه؟ الاسبرين doesn't touch the heart اهو، يبقى ده مبدئيا. هو الاسبرين رائع جدا في الارثرايتس، يعني لو انت لو الولد ده عنده ارثرايتس ومفاصله كلها بتوجعه فيها الانفلاميشن ومش عارف ايه، الاسبرين ده يبقى رائع جدا، بيجيب اكسلنت ريسبونس في الارثرايتس، يعني اول ما الطفل ياخد اسبرين بتلاقيه يجري تاني يوم على رجله اللي كانت بتوجعه دي. انما في الارثرايتس في الكاردايتس ما بيجيبش نتيجه، doesn't touch the heart. نمره اتنين، والله بالدليل بقى الطبي بالايفيدنس بقى، يعني اذا انا بقول لك كده كلام على الورق، لا طب بالايفيدنس بقى، كل الاطفال اللي جالهم روماتيك فيفر ويز كاردايتس وخدوا اسبرين ما خدوش كورتيزون، الاسبرين ما قدرش يمنع عندهم الفالف ديفورميتي، حصل لهم مشاكل في الصمامات، وما قدرش يمنع عندهم البريكارديال راب. كلمه بريكارديال راب يعني البريكارديا بيحصل فيه دراي انفلامي دراي بريكارديتس، ممكن يلزق في الايه في الكاردياك وول، ما اتمنعتش الحكايه دي. انما كل الاطفال اللي جالهم كاردايتس وخدوا كورتيزون، الكورتيزون قدر يمنع الايه الكاردايتس ويمنع الاعراض دي كلها ويمنع البريكارديال راب، ده بالدليل الطبي. ثالث سبب يخلينا اقول لك الكورتيزون هو بتاع الكاردايتس، ثالث سبب ايه؟ ثالث سبب يا بطل، ان الاسبرين في الدوز اللي انت شايفها دي، مش الدوز دي تعتبر دوز كبيره 100 مللي جرام بير كي جي بير دي، ترجم كده على اي وزن هتلاقي الدوز دي كبيره. فاكر لما قلت لك ان الاسبرين في الدوز الكبيره ساعات بيعمل كلمه انكابلنج اوف اوكسيديتيف فوسفوريليشن؟ انكابلنج معناها ايه؟ معناها انه يفصل الاوكسيديشن عن تكوين الاي تي بي، وهو لما لو عمل انكابلنج هتترجم برضه في صوره ايه؟ الميتابوليزم هيزيد. طب هتترجم برضه في صوره ايه؟ لما الميتابوليزم يزيد يبتدي يحصل تاكي كارديا. يبقى انا اصلا لو الطفل ده عنده كاردايتس وخد اسبرين بالدوز دي، في خوف للاسبرين يزود اللي يعمل انكابلنج ويزود الميتابوليزم وتقلب على دماغي بتاكيكارديا وانكريز دي كاردياك ورك، يقوم الديفورميتي في الفالف تزيد. يبقى انت عندك ثلاث اسباب مهمين جدا لو اتسالت فيهم لازم تبقى محضرهم كده. يقول لك هواي كورتيكوستيرويد اند نوت اسبرين از يوزد ان روماتيك فيفر ويز كاردايتس، ده واحد اتنين تلاته تحفظهم. طب يا بطل بعد ما ادينا الادويه دي واتكلمنا عنهم بالتفصيل بقى، والولد خلاص ربنا خد بايده وانت طلعت دكتور معلم وعالجته وبقى تمام، هيروح خلاص روح بقى البيت وخد علاجه وبقى تمام ما عادتش عنده الاعراض دي، هيمشي بقى على ايه بعد كده؟ طب ما هو الام بتقول له، طب تقول لك يا دكتور طب ما هو الولد بيجي له ريكارنت ستريبتوكوكال انفكشن كل شويه زوره تعبني ومش عارف ايه، هنقوم نمشيه بقى على حاجه يسموها بروفيلاكتيك تريتمنت. بروفيلاكتيك يعني وقايه، دواء وقائي، علشان مش كل شويه تجيله ريكارنت ستريبتوكوكال انفكشن وتعمل له المشاكل دي. هنمشي على بنسلين طويل المفعول اسمه لاب ال اي بي لونج اكتنج بنسلين، هو اسمه كده. ايه بقى اللونج اكتنج بنسلين؟ طبعا في الترم الثاني برضه هنشرحه بالتفصيل، اسمه بنزاثين بنسلين، بنزاثين بنسلين. الحقنه يا بطل فيها مليون 1.2 مليون يونت،
الولد ده هيمشي على حقنة عضل كل 3 إلى 4 أسابيع يمشي عليها. ليه بقى؟ لأن البنسلين ده بنسلين طويل المفعول، هيمنع إن يجيله إيه كل شوية زوره يلتهب ويحصل له المشاكل دي كلها. الحقنة دي بقى هنمشي عليها. طبعا الأم لازم هتقول لك طب يا دكتور، أول سؤال هتقوله لك، أولا it is not expensive، يعني هي مش غالية، إنما هي المشكلة إنها بتجي لك تشتكي بقى في تاني زيارة، تقول لك يا دكتور الحقنة اللي أنت كتبتها لابني دي اديتها له مرة قعد يصور، تاني مرة مغلبني، فهنفضل كده لحد إمتى بقى في الغلب ده؟ السؤال ده لازم تتوقعه يعني. هقول لها يا ستي أنت هتفضلي في الغلب ده، أنا وأنت هنفضل في الغلب ده لمدة 3 سنين. يعني الولد ابنك ده لازم ياخد الحقنة دي لمدة 3 سنين، إمتى؟ ده لو كان اصلا الروماتيك فيفر اللي عنده دي جات له كده مره من غير يعني كده مره عابره كده وخلاص يعني، ومن غير كاردايتس كمان، يعني مايلد اتاك، يبقى الولد ده يفضل ياخد الحقنه لمده 3 سنين من لاست اتاك. طيب واذا كانت الروماتيك فيفر عند الولد ده ومعاها مايلد كاردايتس، والحمد لله ان احنا عالجناه ولحقنا لحقنا وربنا ستر وما حصلش فالف ديفورميتي، ربنا ستر اهو، يبقى الواد ده لازم يفضل يمشي على الدواء على البنسلين ده لحد ما سنه يجي 21 سنه. هتقول لي الله اشمعنى 21 سنه يعني؟ هو ده اولا، يعني ده رقم مش ثابت. في علماء يقولوا 25 سنه، يعني مش لازم 21 سنه، يعني انت هتسمع ارقام 18 سنه وهتسمع 21 سنه وهتسمع 25 سنه. انما الرقم يعني احنا جبنا لك الرقم اللي كتير من الايه من السوسايتيز مجمع على كلمه 21 سنه دي. بيقولوا ان بعد 21 سنه زي ما قلت لك الاستراكشر بتاع الكولاجين عندك بيتغير، ما عادش بيحصل كلمه موليكولار مايميكري، فخلاص حتى لو انا اصبت بستريبتوكوكال انفكشن مش هتروح تهاجم ايه، مش هتعمل لي روماتيك فيفر يعني. طب ولو كان بقى الولد ده عنده جاله روماتيك فيفر ومعاها سيفير كاردايتس، سيفير كاردايتس وفالف دامج بقى بجد، يعني في صمام اتضرب بقى وحصل فيه مشكله، عارف هيفضل ماشي على الحقنه دي طول عمره، طول العمر يفضل ان شاء الله هيكون عنده 70 سنه. انت بقى طبعا هتسأل دلوقتي تقول لي ليه مش هو المفروض ان انا اوقف عند 21 سنة على اعتبار انه خلاص الكولاجين هيتغير وما عادش يحصل روماتيك فيفر، ايه الداعي بقى ان انا مشيه طول العمر بقى على الدواء على اللونج اكتنج بنسلين؟ هجاوبك هقول لك انا بمشيه طول العمر على لونج اكتنج بنسلين ليس خوفا من انه يجي له روماتيك فيفر، لا ده انا بقيت خايف من حاجة تانية خالص، يا رب تكون انت عرفتها من المايكرو ولا من الباثولوجي. طالما حصل فالف دامج بقى انا عنت خايف من ان الشخص ده يصاب بحاجه اسمها سب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس. قالوا لك كده في الباثولوجي وفي المايكرو ان اي فالف ديفورميتي عرضه بعد شويه ان في بكتيريا تعمل كولونايزيشن عليه وتعمل معرفش فيجيتيشنز وتعمل مشاكل، والولد ده او الشخص ده يعني يصاب بالحاله اللي اسمها انفكتيف اندوكاردايتس، او يبقى احنا بديله البنسلين اللونج اكتنج امشيه طول عمره، انا مش خايف من الروماتيك فيفر، انا خايف لا يجيله الحاله اللي اسمها سب اكيوت بكتيريال اندو كاردايتس. اخر حاجه بقى يا بطل في موضوعنا، زي ما انت شايف كده في الكتاب هتلاقي الكتاب جايب لك في الاخر جدول، والجدول ده بيقول بيحاول يعني ايه برضو يصعب الامور عليك، يقول لك طب انا ايه هوقعك في شويه مشاكل ونشوفك انت ايه واد معلم وذاكي وهتحلها ولا لا. ايه هي المشاكل اللي هيوقعني فيها حضرته؟ هيقول لك طب افرض الولد ده جاله روماتيك فيفر وكاردايتس وكان عنده تي بي، ان شاء الله في الترم الثاني هتدرس ان طالما قلت كلمه تي بي اللي هو تيوبركلوزز يعني اللي هو الدرن ممنوع ادي كورتيزون. طب افرض الولد كان عنده كاردايتس ولازم ياخد كورتيزون، يقول لك لو انت مضطر قوي يعني للكورتيزون لازم تدي جود انتي تيوبركولاس دراج، يعني تملى الولد تعبيه انتي تيوبركولاس دراجز، لان الكورتيزون في وجود تي بي خطر جدا، يبقى يفضل البعد عنه ما لم يكن نيسيسري، واذا كان نيسيسري هتدي جود انتي تيوبركولوس دراجز. يقول لك طب افرض الواد ده عنده دايابيتس، كان طفل مثلا عنده السكر اللي هو الجوفينايل تايب اللي بيجي للاطفال ده وجاله روماتيك فيفر، الحل ايه؟ هقول لك برده الكورتيزون بيعمل مشكله مع السكر، جميع انواع الكورتيزون بترفع السكر بتعمل هايبر جلايسيميا. طب والحل؟ مفيش مشكله لو انا مضطر للكورتيزون قوي، يعني لو انا مضطر له قوي في وجود كاردايتس اعمل حسابي ان انا ادجست ذا دوز اوف انسولين، مش هو الواد عنده سكر وبياخد انسولين يبقى انا اظبط الدوز بتاعه الانسولين علشان انا متوقع ان الكورتيزون هيرفع السكر سنه يعني. انما لو انت يعني لو انت مضطر للكورتيزون ما توقفوش اديه، بس ظبط جرعه الانسولين. السؤال الثالث لو الولد ده عنده بيبتيك ألسر، يعني كان عنده روماتيك فيفر وصدفه ان كمان عنده قرحه في المعده، هي يعني ده احتمال بعيد بس احنا عايزين ايه زي ما تقول نصعب الامور عليك يعني. هقول بسيطة قوي، طب انت قلقان من ايه؟ يقول لك قلقان من الاسبرين، مش الاسبرين دي دوز عالية؟
100 مللي جرام لكل كيلو، ده لمده هيفضل 6 اسابيع كده، والاسبرين انت عارف انه بيعمل جاستريك اريتيشن والسر. هقول لك بسيطه يا سيدي، قسم الاسبرين على مالتيبل روت، ما فيش داعي ياخد كل الجرعه او الدوز كلها عن طريق اورال، ما تخلي جزء اورال جزء اي في جزء، يعني المهم انك انت يعني وزعه على مور ذان مالتيبل روتس. ادي واحد. اتنين، خده مع لارج اماونت اوف فلويد، ما تبلعش الاسبرين على معده فاضيه. طب برضه لسه الولد بيشتكي، يا اخي خد بروتون بامب انهبيتور او خد اتش 2 بلوكر، الادويه اللي هنشرحها لك ان شاء الله مع الجي اي تي اللي بتقلل اتش سي ال اللي بتحميني من الاسبرين. يا اخي خد بروستاجلاندين اي 1 اللي كان اسمه ميزو بروستول. يبقى انا عندي كل مشكله لها حل. ان ما كنتش قادر تقسم الاسبرين على مالتيبل روت وتوزعه كده بعيد عن المعده، يعني على الاقل تقدر تدي معاه دواء يمنع لك انه يعمل لك مشكله في الاتش سي ال. اخر حاجه بقى يا بيه، هو بيحاول يغلس عليك يقول لك طب افرض الولد ده جاله هارت فيلير، هقول لك ايه مشكلتك يعني؟ يقول لك لا ما هو محتاج ديجوكسن. طب يا سيدي الديجوكسن ده اصلا احنا قلنا لك ان هو دواء بطبيعته كده اريزموجينيك، وهو فرصه الاريزميا بتزيد في الاطفال اللي عندهم روماتيك اكتيفيتي. ده كان من ضمن الريلاتيف كونترا انديكيشن زمان واحنا بنشرح ديجوكسن، الاطفال اللي عندهم روماتيك اكتيفيتي. طب افرض هيغلس عليك اكتر، لك طب افرض بقى ان انا يعني مضطر قوي للديجوكسين، يعني هو المفروض ان انا ابعد، انما افرض انا مضطر له قوي، طب استخدم الديجوكسين ده وسكوشن. وسكوشن يعني اديه بجرعه صغيره جدا قدر المستطاع، لان انا ببقى متاكد ان فرصه الاريزميا هتزيد بالنسبه للديجوكسين في وجود الروماتيك اكتيفيتي.